كما قال الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع إن هناك أجندة سياسية تعمل عليها قطر تهدف إلى هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن منابر الكراهية التي تبث وتدفع عليها مبالغ طائلة لا تخاطب الشعب الخليجي والعربي الذي أصبح واعيا لهذه المؤامرات. وهذه الحلقة الجديدة التي رأيناها قبل أيام والتي تخص وكانت يعني تتهم فيها المملكة البحرين الشقيقة ليست هي يعني بجديد، بدأت المملكة العربية السعودية ومن ثم دولة الإمارات. هناك حقيقة أجندة سياسية تعمل عليها قطر، هدفها الاستراتيجي هو هدم منظومة مجلس التعاون الخليجي، وبعد تطبيق هذه الأجندة سوف يعني يتخلى عن هذا الكرت، والذي تعمل عليه الحكومة القطرية وليس الشعب القطري من خلال بث سموم هذه البرامج والكراهية ما بين المجتمع. لكن الحقيقة ما يسعدنا أن هذه الخطابات وهذه البرامج وهذه المنابر التي تبث وتدفع عليها مبالغ ضخمة لا تخاطب الشعب العربي والخليجي الذي أصبح واعيا، بل تخاطب أصحاب القرار السياسي القطري وتملي عليهم، فهي تعيش في عنق الزجاجة